ستاير كبيرة. ندور في البيوت في الشوارع. صعب انك تلاقي في اي شارع من شوارع طيبة زبالة. والعمل اختراعي يفشل علشان مش لاقي زبالة تكفي. أوعدك يا بابا إني مش هيتقبض عليا تاني. خلاص خلاص أنا قررت ومسدت ده، هقطع علاقتي بيه تماما. حتى لو جه لغاية عندي وقال لي إن عنده خطة ما تخرش المية وأنا عندي نص طن تحويشة عمي، هعيش منه لغاية ما الاقي شغلانة شريفة. مين؟ فينك يا راجل من زمان؟ وفين أفكارك المدهشة وخططك اللي ما تخرش المية؟ خلاص يا حام، انا قررت ابقى راجل اعمال. ايوه، يعني هنستولي على ايه المره دي يا حامو؟ اي عمليه بنقوم بيها بيتقبض علينا، وعشان كده انا قررت اشتغل في التصدير. تصدير؟ تصدير كنوز؟ لا. تصدير بلح وقمح؟ لا. امال تصدير ايه؟ زباله. انت جاي تقرفني صح؟ جالي مستورد من ناو ناو وطالب زبالة بأي كمية، بيعيد صناعة الزبالة ويعملها كياس، وحيدفع لينا كتير. وطبعا مطلوب مني اني ألملك الزبالة اللي في طيبة، بس البلد دي ما فيها الزبالة. اللي يدور يلاقي. ما لقيناش غير ورقتين من أغلفة البسكويت وقشرتين موز واربع عبوات فارغة من علبة الحاجة الساقعة. ودول يعملوا ستارة؟ ايه البلد النظيفة دي؟ معقولة محدش بيرمي زبالة في الشارع؟ احنا نتفق مع عمال الزبالة اللي بيلموا الزبالة من البيوت وناخدها منهم. بيولعوا بيها المستوقد عشان يسووا قدر الفول، مستحيل هيرضوا يدوها لنا. يعني ايه نروح نستورد زبالة من بلد تانية؟ شفناها الاول. انا اللي مسكتها الاول ومحدش هيقدر ياخدها مني. لا بقى، احنا بقالنا مدة بندور على زبالة وما صدقنا لقيناها. هو انتوا كمان بتدور على زبالة؟ يلا يا جماعة نسيب له الشارع النظيف ده ونروح ندور في ميدان رمسيس. ميدان رمسيس؟ ده انا لسه جاي من هناك وسايبه زي الفل. شايف الكيس يا سنوحي؟ مليان زبالة. شايفه ومش هفرط فيه. هاتوا يا سنوحي. انسي انسي يا تيتي شيري. لعلمك لعلمك انا عرفت شكلك ومش هسيبك تاني.
رئيس الشرطة. يا ألف أهلا، حلت البركة. أنا جاي لك يا رضمي في تحذير رسمي بصفتك مدير مصنع البردي. تحذير؟ وصلتني معلومات إن مخزن النفايات عندك اتملى على عينه، وإن عندك مشكلة في التخلص منها. فعلا؟ أنا جاي بحذرك إن أي تصرف في النفايات دي بشكل غير لائق هيعرض مصنعك للعقوبة، يعني لا ترميها في النيل ولا في البر. والحل؟ أنا عندي اقتراح. الحقني بيه. تنقلها برا الحدود وتحفر حفرة كبيرة وترميها فيها وتردم عليها. بس ده مكلف جدا. ده حل كويس، أفضل من الغرامة اللي هتدفعها لو حصل غير كده. البردي صح، وهيرضوا يدولنا الزبالة بتاعتهم كده بسهولة؟ ده احتمال كمان يدفعولنا عشان يتخلصوا منها. ومستنيين ايه؟ يلا بينا. بكل ممنونية، شيلوها وهدفع لكم كمان لكل واحد فيكو كيلتين قمح. أنا اللي هشيل زبالة المصنع. إحنا خلاص اتفقنا مع المدير رضمي. أنا هشيلها بكيلة قمح واحدة. إحنا هنشيلها ببلاش. طب أنا هدفع كيلة رز وأشيلها. أنا محوشة من مصروفي شوية البلح، هندفعه ونشيلها. بس تاهت والقناها. أنا هدفع نص طن رز وأشيلها. شوية البلح بتاعتي شاري ومني 7 بلحات رطب. طب إيه رأيكم بقى؟ أنا هدفع ربع طن رز وأشيلها. مبروك عليك الصفقة يا حامو. يعني ايه؟ مش هقدر اكمل الاختراع بتاعي؟ مفيش زبالة، يعني مفيش اختراع، يعني مفيش صدايق. بس لقيتها. طبعا برافو عليا. ليه بقى؟ صح يا حابي، النخل، قصدي زعف النخل. اما فكره احسن من الحكايه المتعبه بتاعت لم الزباله. احنا نجمع زعف النخل وندي صاحب المصنع وناخد الزباله. تيتي شيري، انت بتهزري ولا بتتكلمي بجد؟ تسلم ايديك يا ريس، تسلم ايديك. خد يا بطل. فارق بقى وزع الرجاله دي كلها وتسطر. اول مره افرح اني بشوف زباله بالكميه دي. ست استلم زبالة بقى ما كنتش تحلم انك تشوفها. مش بس كده، ده كل شهر هجيب لك قدها. للاسف يا حامو، الراجل بتاع قابلت النوناو لغى الصفقه ومسافر. لغى ايه؟ والزباله دي اوديها فين؟ ده انا دافع فيها نص طن رز تحويشه عمري راحت. المشكله مش في النص طن رز، المشكلة إن همان بيمر، ولو لقى الزبالة دي قدام بيتك دي فيها غرامة وحبس. طب رجع لي ربع طن رز وأنا رجع لك زبالة مصنعك.
ده انا ما صدقت انها انزاحت عن قلبي، دي كانت عاملالي مشكله. طب ارجعها لك، انت تديها لسموحي وترجع لي كيلتين رز. دي ما بقتش مشكلتي، روح انت لسنوحي، احتمال يكون لسه محتاجها. للاسف يا حامو احنا خلاص مش محتاجين، شوف حد تاني يكون مزنوق في شويه زباله ولا حاجه. يا دي الوقعه السودا، امان هيعدي الصبح لو شاف الزباله دي كلها قدام داري فيها عقوبه. وهتتصرف ازاي؟ خسرت كل حاجه، حتى تحويشه عمري، طب اعمل ايه؟ ارجع انحرف تاني؟ يا لطيف انا خلاص كنت هبقى مواطن شريف واشتغل في التصدير. انت ممكن تشاركنا بزبالتك واحنا نصنعها ونعمل منها ستاير، الشحنه اللي عندك تعمل يجي 1000 ستار، بعت كل ستاره ببلحتين شوف هتكسب قد ايه. خلاص اشتري مني الشحنه دي بطن رز. انت طماع يا حامو، وعلشان كده احنا هنعمل الستاير من زعف النخيل، مش محتاجين منك حاجه. سنوحي قبل انتهى العمل يا بابا، لو امان عد الصبح انا ممكن عالدار اكون مرمي في حبس، طب اعمل ايه؟ انا لازم اتخلص من الزباله دي وحالا. مع اني كنت مقرر واعي بابا اني مش هيتقبض عليا تاني، ممكن تعمل ايه بقى؟ قلتولي بقى هي العقوبة ايه؟ هتعملوا ايه في النفايات دي؟ هيتعاد تصنيعها، حكيت عن اقتراعك لكبير الوزراء أنيني وعجبته الفكرة.